أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم للساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياي على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك بعد آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتل يوسف أب اطرحوه أرضا ويكل لكم وجه أبيكم وتكونوا من وقته قوما صالحين. قال قائل منكم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك ألا تحمل على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتق ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبيك وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سبلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان ولا ما تصفون.
جاءت سيارات فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم مكدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذين اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولينعلمه من تأويل الاحاديث، والله غليب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسي، وغلقت الأبواب وقال كيت لك. قال معاذ الله، إنك ربي أحسن مثواي، إنك لا يفلح الظالمون. ولقد همت بك وخم بك لولا أن رأى برهان ربك، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصاه واستبق الباب وقدت قميصاه من دبور وألفينا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأكلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي ربتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبور فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبور قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أقرض عن هذا، واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز تبارد فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واقتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم.
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد رغبته عن نفسك فاستقسم، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا له من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه سجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أكسر خمرا، وقال الآخر إني أراني أكمل فوق رأسي خبزا تأكل طير منه. نبئنا بتكبيرك، إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتكبيره قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن يا رباب تفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل طير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذين ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربك فلبيس في السجن بضع سنين.
وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 نجاف و7 سنبلات خضري وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تخبرون. قالوا أتجعثوا أحلام وما نحن بتكوين الأحلام بعالمين. وقال الذين نجا منهما وذكر بعض أمة أنا أنبئكم بتكويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضري وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دعابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلى قليلا مما يأكلون. ثم يأتي من وقت ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يخسرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن قصقص الحق أن راودته عن نفسه إن كل من الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن نفس الأمارات بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. وإن لم يأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يقربونها. إذا انقلبوا إلى أكلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت عليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أخلنا ونخفز أخنا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثيقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثيقهم قال له على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
ولما دخلوا من حيث أمركم أبوكم ما كان يغني عنكم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإن كل ذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف فأوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليه ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف. ما كان ليخذوك أخاك في دين الملك إلا يشاء الله، نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثيقا من الله ومن قبل ما ورثتم في يوسف؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهو خير الحاكمين. يا
ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن أبنك سرق وما شهدنا إلا مما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون خردا أو تكون من الخالقين. قال إنما أشكر بثي وحزني إلى الله واعلموا من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتقاصصوا يوسف وأخيه ولا يسأل ولا تخيسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأكلنا ضر وجئنا ببضاعة مزجاة أوفوا لنا الكيل وصدقت علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أإنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد أسراك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أذهب بقميصي هذا فألقه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهليكم أجمعين.
ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف أبى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطري السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وأوثقني فألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيكم غاشية من عذاب الله أو تأتيكم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرات أنا ومني تبعون. وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليك من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصاصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديك وتفسير كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون